ميه. اه حاضر، ميه اهو معانا. مدام معانا حد من تونس ممكن كمان. اه انا مدام فاطمه. احط قد ايه ميه قولي؟ حطي. الو الو، عسلامة. صباح الفل. صباح النور. دي ماما. لا احنا مستنيينك يعني فارغ الصبر بقى. خلي اللحمه تطيب مليح. حبيبتي اولا منوره مصر، يعني لسه واصله امبارح. هنايده بتقولي لسه واصله امبارح من الليل منوره مصر. وصلنا امبارح. الله يخليك يا رب. الله يخليكي باهلها. لا ده احنا عايزين شويه اسرار كده، عايزين الهريسه التونسي، عايزين البهارات، يعني قولي لنا كده شويه اسرار من الحاجات الحلوه اللي بتعمليها. اي نعطيوك نعطيوك من الاسرار حبيبتي وقت اللي عايزه نعطيك. فهمت؟ لا ترجمي ترجمي. البهارات نعملوهم في شهر جويليا اوكي، والا في اول اوت. فهمت؟ باش يشيخوا في الشمس كويس. اوكي فهمت. نقشروا الثوم. اعرفي وترجمي. اوكي. ونقصوه ونفوحوه مع الكراويه. اوكي. كراويه. اي 3 كيلو تيب اللي انتم تقولوا كزبره شايحه. 3 كيلو. تمام. ورطل كراويه. اوكي. على خاطر الكراويه قويه اقوى من الكزبره. ما نحطوش برشا باش تنجم تفوح بها الاكل الكل. اوكي. فهمت. وتاخذ رطل ونص ثوم. حابه اوريهم. تمام. انا هقبلهم المقادير ماما. هقبلهم المقادير ان شاء الله لاي حد حابب البهارات. لا ما احنا هيبقى في ترجمه. انا بحاول افهم كراويه وكزبره وكلام، بس في حاجات وقعت منها. فلفل احمر شايحه ناشفه. ايوه الفلفل الاحمر الناشف المجفف. ده مجفف. اوكي. معناها وتخليهم يشيحوا في الشمس كويس. ايوه. وبعد تهزهم للطاحونه. هيجي معاك. تطحنهم ترحيهم. خلاص تمام. لا ده يعني احلى طريقه هريسه. أيوة. من احلى الهريسه معانا والله ينور. تو نعطيك الريسيت بالجديد بالجديد مع هنيده. صحيح فهمك فيها هنيده. الهريسه معناها يلزمك تاخذ هريسه كويسه وتكون ناشفه كويسه. تغسلها ما التراب مليح. تمام. وتنحي لها الزريعه من داخل كلها. نحط الزيت وتنفخها شويه في الميه. انا هكتب لهم المقادير ان شاء الله ماما. أي. عشان بس الوقت البرنامج. اه بعد كلامي نعطيك المقادير. بالضبط. نعطيها المقادير. حبيبتي منوره الدنيا يا حبيبتي ومبسوطين جدا. الحمد لله على سلامتك يا رب. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلم راسك. حبيبتي سلامنا سلامنا كمان. خالتي هندة. خصيصا البابا. هندة اسم حلو قوي. بص انا حطيت الناس. دلوقتي ده حطيتي شويه ميه. انا ملاحظه حطيت شويه ميه عادي. أوكي. حطينا شويه ميه ده ممكن نجيبه من السوبر ماركت سواء بدقيق سواء بسميد عادي. بالضبط. خالص زي ما تحبه. النقطه هذه مهمه جدا. تمام. حطينا احنا شويه ماء وحطينا من المية. شويه زيت عليه ما نكثرش. اوكي. خلطوا مع بعض. اوكي. اهم حاجه ما يقعدش اللي هو مكلكع. ما يبقاش يعني يا دوب عايزاه زي الرمله كده. صح كده؟ كده يعني. تمام. لو لقيت حبه كده طبعا مند ما يبقاش ما يكلكعش. حطه بالتدريج سرسوب كده وسرسوب سرسوب ميه وسرسوب زيت زيتون كده. ما نحطش كتير ميه عشان في نوع من الكسكسي بيتشرب ميه وفي نوع ما يتشربش. ولو حطينا ميه كتير مش هيتشرب لنا الصوص اللي احنا عاملينها. نيجي بقى. تمام. ايه في المقفول بتاعنا؟ اسمه مقفول. اوكي. تمام. ونحط بقى بسم الله الرحمن الرحيم الكسكسي اهو. ده هيتبخر. تمام. انا عايزه اوريهم اللحمه كمان بعد استوت عشان توريهم شكل اللحمه. تمام. احنا نعمل كده مع بعض. اوكي. ده يقعد بقى تقريبا مثلا من 10 دقائق ربع ساعه. اوكي. وبعدين هناخد الكسكاس هذا ونذلقه تاني. أوكي. هنا
ونزود عليه حبه ميه ونفتحه من بعض. أوكي. يعني ما نخليش حبه الكسكسي تبقى مكلكعه. تمام. يعني كل حبه عايزينه واحده. انت عايزاها تبقى يعني مفلفله كده. بالظبط. تمام. مفلفله. تمام. زي ده بالظبط. اوكي. بص حضرتك زي الكسكسي اللي عندنا ده. تمام. ده كده حطاه مرتين هنا. ده محطوط ممكن في كسكسي ياخد 3 مرات. اوكي. تمام. نستنى عليه. هو بصوا قطرة وطري ومظبوط جدا. بالظبط كده. وكل حبة الحل. ده ماما بصراحة عملته الصبح بقى جهزتهولي. ده بالنسبة كده للكسكسي. تمام. هيغلي كده شوية. طب. وبعدين أنا عايزة بقى أسألك حاجة قبل ما نحط الكسكسي ده لازم نبقى مسوينا اللحمة خالص المرحلة بتاعت الكسكسي دي نبقى مسوينا. هناخد اللحمة. تقريبا نص سوا. تمام. وبعدين نبدأ الكسكسي. نحط الكسكسي. في حاجة كمان مهمة. إيه؟ عندنا القرفة دي أو القرنفل نقوله هنحطه احنا بنعد بقى كم حبة قرنفل كده على ايدنا مثلا. تمام. دول كده 7 نحطهم كده في الكسكسي من جوه عشان يتبخر ويعمل ريحة حلوة. بس لما نيجي نحط عليه الصوص اوكي نحيهم نشيله. يعني نشيلهم عشان كده انا بحسبهم أوكي. كم حبه وحسبهم عشان تعرف تشيلهم. عارف نشيلهم. تمام. خدتوا بالكم انتوا صح كده. طبعا هو صح. الاحسن يعني مثلا الوالده بتحط مثلا في شاشه وتجمع بقى كل بهارات دلوقتي كمان المصفى الصغيره اللي بتاعت انا بعمل بيها كده بصراحه بيحطوها دلوقتي في ده كده. ممكن بقى نخش بقى نسلق احنا عاملين كده عينه. يلا بينا.